أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. إصرار الثائرين في العراق على تحقيق مطالبهم بإسقاط رموز العملية السياسية الفاسدة في الخضراء جعل الحكومة في بغداد وميليشياتها المدعومة من إيران تفقد توازنها، فتستهتر بالقتل ثم تنكر استهتارها. حكومات قائمة على الفساد والصفقات المشبوهة سرقوا مليارات الدولارات من أموال هذا الشعب الذي قتل منه أكثر من 600 ثائر وأعيق أكثر من 5000 وأصيب أكثر من 10000 بإصابات بليغة. شعب مطالب بحقه أمام أفواج من المستهترين والظلمة والجهلة الذين لا يعرفون طريقا للحق سوى اتباع أوامر أسيادهم في طهران. فسحقا لهذه الحكومات التي لا يحترمها حتى أسيادها الأمريكان الذين يأتون إلى أرض العراق وآخر ما يفكرون بفعله الاتصال عبر الهاتف بمن نصبوهم على رقاب العراقيين الشرفاء ليخبرونهم أنهم على بعد مدينة عنهم وبطريقة مذلة. ولسان حال من يرى وجوه هؤلاء يقول: عبيد هم للأجانب ولكن على أبناء جلدتهم. ليسوا بالأسود، ولكن الأسود هم الثائرون، فللشعوب الثائرة الكلمة الفصل في كل حقبة وتاريخ. نتابع هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. إصرارهم بالتظاهرات والاعتصام والإضراب عن الدوام لحين تحقيق مطالب ثورة تشرين بإسقاط النظام جعل الحكومة في بغداد لا تقوم إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. حكومة عبد المهدي وميليشياتها وبدعم إيراني جربت مع المتظاهرين كل أساليب القمع، فقتلت أكثر من 600 شهيد وجرحت واعتقلت الآلاف، لكن الثوار حافظوا على سلميتهم رغم الدماء التي تسيل كل يوم. العراقيون يئسوا من الوعود الحكومية الكاذبة على مدى 16 عاماً من جميع الحكومات الغارقة في الفساد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 والتي لم تقدم لهم أي خدمة تذكر، فلم يعد أمامهم سوى إزاحة النظام وأحزابه إلى غير رجعة. وهكذا استمرت التظاهرات دون توقف لحين تلبية مطالب الشعب، ورفضاً لتسويف ومماطلة السلطات الحكومية أطلق ناشطون واسم إغلاق بغداد احتجاجاً على القمع الحكومي الذي راح ضحيته مئات الشهداء وآلاف الجرحى. صحيفة الاندبندنت البريطانية بنسختها العربية قالت إن حكومة عبد المهدي ربما ستلجأ لمزيد من القوة والعنف لإنهاء التظاهرات مهما كان الثمن. من جانبها أكدت مفوضية حقوق الإنسان الأممية أن ضحايا التظاهرات المستمرة في العراق سقطوا جراء الاستخدام المتعمد للقوات الحكومية وعناصر الميليشيات الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه من المشين أن تتعامل قوات الأمن في العراق مراراً وتكراراً مع المتظاهرين بهذه الوحشية باستخدام القوة المميتة وغير الضرورية. يوماً بعد آخر يظهر جلياً اللا ثقة بهذه الطبقة الفاسدة التي تحكم العراق منذ عام 2003 وأن آلة القمع الحكومي لن تزيد الثوار إلا صموداً وتمسكاً بمطالبهم الوطنية في إسقاط النظام. بداية مشاهدينا الكرام، مرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. ضيفي في الاستوديو دكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك دكتور فالح الخطاب. وأرحب عبر الهاتف من لندن الدكتور علي الربيعي أستاذ الفكر السياسي بجامعة أبردين البريطانية. دكتور علي الربيعي مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أهلا بك. أرحب أيضا من لاهاي عبر سكايب السيد محمد خطاب الناشط المدني. أستاذ محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا بك دكتور، حياك الله. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور فالح الخطاب. بلا شك أن هذه الثورة لها أسبابها ولها أيضا تداعياتها. الأسباب انطلقت ربما من الفساد بحسب ما يرى البعض، الفساد الحكومي الذي انتشر بكل مفاصل الدولة كان السبب الرئيس في انطلاق هذه التظاهرات بغية إسقاط المنظومة الفاسدة. إلى أي مدى كان الفساد هو الشرارة التي أشعلت لهيب هذه الثورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة موضوع الفساد هو موضوع جوهري، بل إذا لم نقل هو الموضوع الرئيس في ماهية هذه الثورة وماهية كل الانتفاضات التي وقعت في السابق وكانت محدودة على عكس هذه الثورة الشاملة. الفساد حقيقة هو آفة كبيرة جدا، وإذا وضعنا التعريف الحقيقي له فهو حرب مفتوحة، على عكس الحرب التقليدية التي يكون لها وقت ولها مدى معين، لكن الفساد حرب مفتوحة وهي أشد فتكا من الحرب التقليدية التي تنتهي في وقت معين ويكون لها نتاج معين. هذا الفساد أتت به قوة الاحتلال الأمريكية التي لم تأتي إلا بكذب، يعني هو بدأ مشروع الاحتلال بفساد كما نعلم، بدأ الفساد هذا بكذبة أسلحة الدمار الشامل، ومن قبل كان الحصار الظالم الذي أدى إلى قتل ملايين الأنفس وتدمير البنية التحتية وإدخال العراق فعليا في طور القابلية للاحتلال. نقول بعد أن جاء هذا الاحتلال وجاء بغير قيم وبغير مبادئ، وحتى الديمقراطية التي زعموا أنها جاءوا بها بعد أن فشلت قضية أسلحة الدمار الشامل لم تكن موجودة ولن تكون موجودة، لأنه لا تتفق الديمقراطية مع الفساد، حتى لو وجد الفساد وهو موجود في كل بلدان العالم، لكن نعلم أنه له نسب ومديات محدودة. المهم، بدأ هذا الفساد منذ الأيام الأولى، بل منذ إنشاء سلطة الاحتلال بزعامة برئاسة بول بريمر. بدأ هذا بخطوات يعني لم تكن تخطاها العين، فتح الأبواب لفساد شامل ستكون له آثاره التي نشهدها اليوم من خلال تفجر الثورة. أول شيء عمل بريمر، عمل ما يسمى الصندوق العراقي للتنمية. هذا الصندوق كان عبارة عن صندوق الهدف منه جلب الأموال من عائدات النفط العراقية لإعادة بناء البنية التحتية، إعادة بناء الاقتصاد، إعادة الحياة للمجتمع العراقي الذي هدمته أمريكا بالحصار. هذه الأموال كانت تأتي بشكل كبير جدا، يعني كانت تدخل أموال طائلة من خلال بيع النفط، وبيع النفط كان يتم من خلال كميات لا يعلم أحد مداها كانت بلا عدادات. بريمر الذي كان مكلف بالصرف على سلطة الاحتلال أو الائتلاف من خلال ميزانية وضعتها واشنطن لهذا الغرض، استعاض عن الصرف من ميزانية الاحتلال الأمريكي واكتفى بالاعتماد على أموال صندوق العراقي للتنمية. لماذا؟ لأنه إذا سرق من صندوق العراقي للتنمية لا حسيب ولا رقيب عليه، هو الحاكم بأمره، بينما إذا أخذ من صندوق المخصص من واشنطن عليه أن يقدم فواتير بكل شيء صرفه. كانت هذه الخطوة الأولى التي بدأت، وثم توسع بريمر في هذه القضية حتى بدأ يدفع الرشا، ثم يشجع المسؤولين، ما يسمى المسؤولين العراقيين الذين أتوا من فيافي الأرض ووضعوا في ما يسمى مجلس الحكم، فتح لهم الأبواب كاملة بريمر من خلال حتى نزع عنهم سلطة الرقابة على الأموال وحصرها بمكاتب وهمية أنشأها بريمر، وذهب بكل قباحة إلى الأمم المتحدة. الأمم المتحدة كان عندها 11 مليار دولار هي عائدات النفط مقابل الغذاء، وكانت طلب بريمر هذه الأموال. المسؤول عن هذه الأموال في الأمم المتحدة أجاب بريمر بأنه ما لم يأتي إذن من الحكومة العراقية فلا يمكن صرف هذه الأموال. بريمر قال له أنا الحكومة العراقية وأنا أمثل الحكومة العراقية، أخذ هذه الأموال. ثم بدأت سلسلة كبيرة طويلة عريضة. نحن مثلا إلى آخر عام 2003 عائدات الأموال للنفط العراقية 8 مليار اختفت بطريقة غامضة، لا أحد يعلم أين ذهبت. ضباط الأمريكان اللي استلموا وزارة الدفاع العراقية من عام 2003 وحتى عام 2004 ميزانية 2004 أو ميزانية وزارة الدفاع كانت بحدود أكثر من مليار، اختفت هذه الميزانية بصفقتين وهمية مع دول أخرى لم يستلم العراق شيئا منها. تتحدث أنت أخي كثير عن الكثير والكثير والكثير، لكن طبعا سلطة الاحتلال غير هذا كله،
قامت بعمليات إجرامية أكثر من هذا. يعني هذه المليارات كلها يمكن عدها، لكن هي عملت أشياء لا يمكن أبداً أن تذهب في مجال رقمي أو عد. مثلاً هي جعلت من يعني فككت الدولة العراقية، فككت سلطة الدولة ومنعتها من السيطرة على مواردها من خلال تذويب الدولة، من خلال تذويب عمل الدولة وإطلاق عمل الفاسدين في يعني الكلام كثير عن الفساد في هذا الباب. نعم. أرحب مرة أخرى بالأستاذ الدكتور علي الرباعي، أستاذ الفكر السياسي بجامعة أبردين البريطانية. دكتور علي، إلى أي مدى كشفت ثورة تشرين فضائح العملية السياسية ورموز العملية السياسية التي أسس لها المحتل الأمريكي؟ بداية السلام عليكم وتحياتي لحضرتك وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذه مجريات العملية السياسية يعني كشفت أولا للعراقيين، خلينا نقول يعني لكثير من العراقيين الذين لأسباب عديدة لا مجال لذكرها ربما أيدوا اندمجوا ذهبوا مشوا في ما يسمى بترتيبات الاحتلال التي أجراها تحت عنوان المغراطية، وكشفت للعالم طبعا أنه الأمور سيئة جدا. يعني ما قامت به الولايات المتحدة من ترتيبات غير سياسية في العراق هي سيئة جدا، كشفتها ثورة تشرين. بمعنى هذه المجريات اللي رتبتها الولايات المتحدة الأمريكية وقامت على يعني الأهداف أقصد الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية في العراق كما تحققت بالفعل وبشكلها الملموس، وهي قامت الولايات المتحدة أولا في تفكيك الدولة العراقية أو ما يسمونه هم الكونستراكشن أوف إيراك ستيت، ثانيا تفتيت الشعب العراقي، إلغاء فكرة هناك شعب في العراق وهو مجموع في العراق مجموعة مكونات، وبالتالي العراقيون غير مؤهلين للارتفاع إلى مستوى المواطنة أو سيتيزنشيب، وتلك النصيحة التي قدمها برنارد لويس إلى الرئيس الأمريكي بوش في حينه. ثم بناء ما يسمى بالعملية السياسية وغير سياسية، هي كانت سوق سوداء موازية للسياسة. إن العملية التي رتبتها الولايات المتحدة في العراق هي سوق سوداء موازية للسياسة قائمة على آليات عقيمة غير منتجة في السياسة. من هذه الآليات هي آلية المحافظة. إذن هذا الترتيب أو التركيبة التنظيم الأمريكي خلينا نقول هو منتج للفساد، منتج للتدمير بمعنى السياسات التدمير. بالتالي هذه الثورة اللي حصلت من 25 من بداية الشهر إلى 25 كشفت كل هذه المجريات. يعني نحن نتحدث يمكن بشكل متلفز وكثيرا عن هذا الجانب طوال 16 سنة، مواقفنا كانت واضحة ومحددة منذ الاحتلال الأمريكي، من أيام قبل حصول الاحتلال لم نكن مؤيدين لهذا الاحتلال لأن كنا نعرف يعني ما سيؤدي إلى هذه النتائج. وأنا أذكر على سبيل المثال هذه فرصة للحديث عن ذلك حتى تسجل المواقف وللتاريخ العراقي. إحنا نريد أن نبدأ تاريخ آخر ومختلف للدولة وللمجتمع العراقي. كنتم غير مؤيد للاحتلال مع كثير من الوطنيين العراقيين الموجودين في لندن وفي أوروبا وفي كثير من العديد من دول العالم. الحقيقة لأنه أكو رأي عام بالعراق يقول لك بالخارج هم ناس غير وطنيين وإلى آخره، لأن هم كانت هناك معارضتان للنظام السابق، المعارضة الأمريكية بخطها، أنا مضطر أتحدث عن هذا يعني الإشارة إلى المعارضة الأمريكية اللي مثلتها المؤتمر الوطني ومثلتها الأحزاب المعروفة اللي صارت بالحكم. وهناك نعم، وقد كشفت الأيام والسنين دكتور علي، كشفت الأيام والسنين من هم هؤلاء الذين كانوا في الخارج وثم جاءوا إلى العراق وماذا فعلوا. نعم، فبالتالي طيب إذن الثورة هذه كشفت بشكل واضح وصريح وعلني إلى العالم كل الترتيبات الأمريكية التي أدت إلى تدمير العراق وإلى هذه القوى السياسية. هذه القوى السياسية اللي هي بطبيعتها فاسدة أولا ودموية ثانيا، وثالثا قامت على نظام طائفي يدمر الدولة. هذا النظام الطائفي لا يبني دولة ولا يبني السلم الأهلي ولا يبني تنمية. بالتالي وصل الحال في العراقيين إلى أن ينهضوا بثورة كل هذه
تراكمات 16 سنة بثورة مباركة إن شاء الله، تحقق للعراق طموح آخر، لعراق آخر. نتمنى هذا الشيء، وأنا أشوف يعني كل المعطيات اليوم تقول أنه أولا هذه الحكومة هي أصبحت من الماضي، بمعنى هذه الحكومة هي أصبحت فاقدة الشرعية. هذه الشباب والثورة هي مستقبلية، السياسة بطبيعتها مشروع مستقبلي. من بالحكم أحزاب القوى الطائفية الحاكمة هي هاي أحزاب ماضوية، أصبحت هي أولا ذات فكر ماضوي، ثانيا هي أصبحت من الماضي لأنه من يقوم بثورهم الشباب، والشباب يعبرون عن روح وطموح للمستقبل. ثانيا السياسة بطبيعتها مشروع مستقبلي، فإذا كل المجريات التاريخ مع هذه الثورة وستتحقق أهدافها بالتأكيد. وسيذهب هؤلاء من جاءت بهم الولايات المتحدة الأمريكية ومن دعمتهم ونصبتهم تشخيصا وتحديدا إيران لبناء ما يسمى بالدولة الإيرانية في العراق. اليوم الدولة الإيرانية في العراق تتفكك، تنهار. لم يعد هناك أي من هذه القوى السياسية. إلى موضوع كيف تتفكك أو يتفكك النفوذ الإيراني، دكتور علي رباعي، إذا سمحت لي اسمح لي أن أنتقل وأرحب بالسيد محمد خطاب الناشط المدني، ينضم معنا عبر سكايب من لاهاي. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. يعني بلا شك عندكم خطوات قمتم بها في المحكمة الجنائية الدولية في سبيل الكشف عن الجرائم والانتهاكات أو الجرائم إن صح التعبير الأصح لها التي ارتكبتها القوات الأمنية والميليشيات ضد المتظاهرين السلميين في العراق المطالبين بإسقاط النظام وهو القائم بالتالي على المنظومة الفاسدة. ما هي خطواتكم أستاذ محمد؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لجنابك ولضيوفك الكرام ولجميع المتابعين قناتكم. أهلا بك سيد الفاضل. كان اجتماع يوم 22 أمام المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي اللي حاليا متواجدين فيها، 16 عام جنابك الكريم، ويعلم جميع الأخوان من السياسيين والمحللين والأكاديميين بأن العراق لم يوقع على محكمة لاهاي ولا على المحاكم الجنائية، لكون العراق لم يخضع لهذا القانون ولم يعترفوا بهذه الدعاوي. فبعد ضغوطات واستمرار في النزاع عليهم تمت الموافقة على قبول الدعوة، وكانت هناك يوم 22 مقابلة مع المدعي العام، وكانت هناك مظاهرات لأول مرة تحدث بالتاريخ أمام المحكمة من قبل الجالية العراقية ومن قبل الأخوان في الأحواز العربية المحتلة أيضا. واليوم في الساعة 11 بتوقيت أوروبا، أي بالساعة الواحدة بتوقيت العراق، تمت مقابلة المدعي العام رسميا وتوثيق الجرائم وإعطائهما كل ما طلبه منا. والحمد لله وشكر نبشر الشعب العراقي بأنه القضية أصبحت قضية جنائية دولية، لم تكن ولن تصبح بعد اليوم قضية عراقية. ونعلم جميعا أن المحاكم العراقية أو القضاء العراقي اليوم هو قضاء مسيس منذ 16 عام بيد الأحزاب وبيد الميليشيات وبيد إيران التي تتحكم بمصير العراق. أما بخصوص المتظاهرين إخواننا، نطمئنهم ونشد على أيديهم الذين رفعوا رؤوسنا، الإخوان المتظاهرين السلميين اللي حققوا مطالبهم إن شاء الله، وإن شاء الله ما يصبون إليه اليوم. بشرون إن شاء الله، إن شاء الله بأنه ستزول هذه الحكومة بعد أن تحاكم بقضايا تخص الإرهاب، وهناك قضايا الفساد المالي. من بالضبط الإدارة. من بالضبط من قال ذلك؟ سؤالك من بالضبط من قال ذلك بأن هذه الحكومات سوف يتم محاكمتها؟ سيد العزيز، تعلم جنابك ويعلمون الجميع أننا ناشطين مستمرين وسياسيين مستقلين، نعمل على مدار الساعة مع جميع الدول، إن كان بالمجلس الأمن أو إن كانت في الاتحاد الأوروبي أو كانت في أمريكا، وكانت هناك لقاءات مع شخصيات أوعدونا ومن ضمنهم سيناتورات أمريكان، بأنه الجميع يعلم
ومتطلع على حجم الدمار الذي يحصل في العراق منذ 16 عام وليس وليدة اليوم. المتظاهرين كبدوا أو كملوا التعب والعناء لمدة 16 عام، واليوم تراهم الشباب الثوار غضبوا، ونلاحظ ما يجري لهم من اعتقالات ومن قمع ومن قتل ومن خطف. اليوم خطفوا أكثر من، لدينا معلومات أكثر من 150 شخص مخطوفين، ولا نعلم لحد هذه اللحظة، نحن نعلم لكن الحكومة لا تستطيع أن تقول، ويقولون طرف ثالث، والطرف الثالث هو معروف، هي النجباء والعصائب والميليشيات التابعة لولاية السفيه وليس ولاية الفقيه. ليس هناك، وإن كنت تريد أن تقضي على رأس الأفعى فهو رأس الأفعى يبدأ من العراق، فالثورة انقطعت في العراق، وإن نجحت إن شاء الله ستستقر سوريا وستستقر لبنان وتستقر اليمن والبحرين وجميع الدول، لأنه امتداد الصفوي يبدأ من العراق. نعم. المد الصفوي يبدأ من العراق. ابقى معي أستاذ محمد خطاب. دكتور فالح الخطاب، يعني يوم 22 اجتماع المحكمة الجنائية الدولية، واستمعت إلى ما تفضل به أستاذ محمد خطاب، إلى أي مدى ترى أن الحكومة الآن فعلا أصبحت فاقدة للشرعية؟ المجتمع الدولي ممكن أن يتحرك في هذا الإطار من أجل وضع حد لما يجري من جرائم بحق المتظاهرين السلميين؟ هل هناك تلمس ثمة تغيير ربما سيحصل في العراق؟ يعني أنا أحترم كل الجهود التي يبذلها الأستاذ محمد والناشطين، وهي جهود مشكورة طبعا، وهم أعلم بهذا الوضع في أوروبا، هم يعني متمرسين في الوضع الأوروبي، وأكيد عندما تحركوا من حيثيات معينة بإمكانهم أن يصلوا فيها إلى نتائج. لكن بعيدا عن هذا، مع تقديرنا له قد يأخذ وقت قد كذا، لكن لو سألتني أنا أعول على الثورة في داخل العراق. الثورة في داخل العراق هي الحاسمة، وهي العامل الفيصل الذي سيطيح بهذه العصابة التي تحكم العراق. الولايات المتحدة الأمريكية عندما أرادت تدمير العراق وتحطيم العراق لم تكن، يعني قلناها في مناسبة سابقة، لو ضرب العراق في قنبلة نووية لكان أشرف له وأفضل وأكرم من أن يفعل به هذا الفعل. وهذا ما قصدت قبل قليل عندما قلت الفساد حرب مفتوحة، يعني ليس لها أفق، وهي أشد إيلاما وإجراما. وبالتالي هذه العصابة التي تحكم الآن في العراق لا يهمها لا مجتمع دولي، ونحن لنكون واقعيين ونكون موضوعيين، المجتمع الدولي وما يسمى المجتمع الدولي وهو المجتمع الأمريكي بالذات والأوروبي للأسف، يعني مصالحة يدور مع مصالحة حيث تدور. هذا المجتمع حتى الآن لم يتحرك بالطريقة المناسبة، هناك أعداد كبيرة من الشهداء، أعداد كبيرة من الجرحى المعوقين. الأستاذ محمد يتكلم عن 150 مخطوف وهو ربما أكثر العدد، واليوم قرأنا أنه وزارة الصحة تأمر أو الجيش يأمر وزارة الصحة بعدم إعطاء الأرقام الحقيقية لعدد الشهداء. هناك خطف للناشطين ووضعهم في برادات، خطف كل شيء كل شيء. هذه إصابة، أنت تتحدث عن ميليشيات، هذه ذولا، هؤلاء ليسوا رجال دولة، ليسوا رجال حكم. الولايات المتحدة بطبيعتها لم تكن تريد للعراق أن يقوم مرة ثانية، أرادت العراق تفكيكه وتدميره وتحطيمه، فأتت بهؤلاء الأوباش من أقاصي الأرض، أتت بكل ساقط لكي يكون، يعني هو يدمر بيده. يعني ليس هناك أفضل وأكثر يعني تأثيرا من أن تسلم أحد مجنون أو مستهتر، تعطيه سلاح وتعطيه الإمكانيات وتقول له افعل ما تشاء في مكان معين، فهو سيأتي بالعجب العجاب وهكذا. فاليوم أخي الكريم، المعول هو على هذه الثورة. كل الجهود الخارجية طيبة مشكورة محمودة، وهي ستكون رديف بالتأكيد، وستعطي دفعة معنوية وتعطي زخم للثوار حتى يتأكدوا أنهم ليسوا وحدهم. ولكن الذي يعول عليه هو هذه الثورة في داخل العراق التي يعني بثباتها بصمودها ستسقط هذه الزمرة الفاسدة. هذه الزمرة منبتة لا جذور لها، هي ظاهرة طفيلية مجردة فوق السطح، ولكنها مدعومة للأسف من قبل
إيران وإلى حد كبير مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. نحن رأينا نائب الرئيس الأمريكي قبل أيام مر على العراق، لم يتحدث مع هذه الزمرة، مع رئيس العصابة، لم يقل له مثلا أوقفوا سفك الدماء، أعطوا حقوق المتظاهرين أو الثوار، لبوا مطالب، ما هو شأن هذا الشارع، ماذا بكم، ماذا يحل هناك. نقلت الأخبار جملة واحدة، قال له ها نحن قلقون من نفوذ إيران. لك أن تتخيل يعني تخيل هذا. لم يقلق من الأعداد التي لم يقلق من الأعداد والدماء وما يرتب الآن. ما يرتب الآن مجزرة كبيرة ترتب لها هذه الزمرة، لأن هذه الزمرة لا تملك أبدا أي خيار، ليس لديها أوراق إصلاحية تعطيها، يعني هي لا تتنازل عما هي فيه، هي تخاف من القادم، وبالتالي لم يعد لديها أي شيء تقدمه إلا هذا القمع وهذا السلاح، وبالتالي الثورة يعني عليها أن تواجه قدرها. ونحن نقول دائما أن هذه الثورة فعلت حتى الآن ما هو مطلوب منها، أنجزت إنجاز تاريخي عظيم بإعادة اللحمة الوطنية للعراقيين، وأعادت رسم الهوية الوطنية العراقية التي دأب الاحتلال الأمريكي على تفكيكها وعلى تدميرها. حقيقة ربما حتى الأمريكيون هم يعني مصدومون من هذا الثبات العراقي في ساحات التظاهر. إذا سمحت لي أن أنتقل إلى الدكتور علي الربيعي. دكتور علي، يعني المتظاهرون مستمرون ثابتون على الاعتصامات وعلى الإضراب العام وعلى كل هذه المظاهر التي يتحدون بها حكومات المنطقة الخضراء التي اعتاشت على الفساد وعلى نهب أموال العراقيين، وصارت عمليات النهب وعمليات الفساد مصدر قوة لهذه الحكومات. لذا الشعب الآن ثابت، هناك رجال في خارج العراق تعمل من أجل إيصال صوت العراقيين، وهناك رجال في الداخل تعمل. إلى أي مدى ترى أن يعني هذا الإضراب وهذا الاعتصام المستمر وهذا الإصرار للمتظاهرين على تحقيق الهدف الأكبر وهو إسقاط النظام ممكن أن يؤثر في الرأي العام العالمي للضغط على الحكومة الحالية؟ كلما ازدادت المظاهرات قوة، كلما ازدادت الإضرابات، كلما تحول إلى اعتصام عام يشمل العراق كله، كلما كان له تأثير أكبر على العالم أولا، يعني وعلى كان نكون أكثر تحديدا على الدول الغربية التي تحالفت مع الولايات المتحدة الأمريكية إذ شنت حرب على العراق، بمعنى أنه لابد من إيقاف هذه المجزرة. يعني ممكن يتحدث بعض الدول مع وحلفاء أمريكا يتحدثون معه لأنه لابد من حل لهذه القضية. هذه القضية أصبحت يعني وصمة عار في جبين العالم اليوم، في هذا العصر، في هذا الزمن، في زمن العالم كله مكشوف، في زمن العولمة. هذه حكومة تقطع الاتصالات وتسفك دماء العراقيين على الأسفل، تنتهك كل المعايير حقوق الإنسان، تنتهك الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الموجودة في الأمم المتحدة أولا، ثانيا الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعتها دولة برغماتية واقعية، بمعنى أنه إذا الولايات المتحدة الأمريكية شافت أنه الأمور موازين القوى تميل إلى الثوار وإلى الثورة وإلى التغيير، ستحاول أن تقوم بتغيير هذا النظام ربما بترتيبات أخرى، ولكن كلما كانت قوة الثورة أكثر، كلما فرضوا نظام أجندة وطنية، نظام وطني يضع في حسابات المصالح العليا للدولة العراقية وللشعب العراقي ويعبر عن الإرادة العامة العراقية، بالتالي على هذا الأساس طبعا تخضع الدول الأخرى. اليوم هناك مثلا تحركات يعني قوية ومهمة من الثوار، عندك في الجنوب الناصرية إذ يتم إخلاءها من كل القوى الأمنية أو القوى الميليشيات التي عافت فسادا وعافت تقتيلا بالعراقيين، يتم طردها، وكل الطموح وكل التمنيات وكل الآمال أن تحذو المحافظات الأخرى، حذو الناصرية بمعنى بطرد كل أجهزة
الحكم هناك الأجهزة الأمنية والميليشيات وقواها، وهي مجموعة الحقيقة مجموعة من أجهزة يسمونها أجهزة أمنية، لو يتم طردها من كافة المحافظات، يعني بمعنى من البصرة إلى بغداد طردها، وبالتالي حتى ترى أن الحكومة هذه أسقطت، تفقد هذه الحكومة شرعيتها في نظر العالم وفي نظر الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى تفقد شرعيتها هي. أما هذه الحكومة فقدت شرعيتها طبعا أمام العراق بعيون العراقيين، هذه فقدت شرعيتها من زمان، بمعنى شرعية السياسية وفقدت شرعيتها الأخلاقية. حكومة بلا أخلاق وبلا سياسة. أخلاقية بمعنى أنه القتل، قتل العزل أول طلقة في صدر أول عراقي، انتهت كل شرعية أخلاقية للحكومة وأحزابها ومكوناتها. إذن حكومة بلا أخلاق. نعم، اسمح لي أن أنتقل نعم نعم دكتور علي، عفوا عذرا للمقاطعة، اسمح لي أن أنتقل للسيد محمد خطاب. سيد محمد، الحكومة بلا أخلاق بقتل العراقيين العزل بهذه الطريقة، عراقيون مطالبون بحقوقهم المشروعة في بادئ الأمر، وتطورت هذه المطالب إلى حتى إسقاط النظام لأن الحكومة بلا أخلاق. من وجهة نظرك يعني تتوقع الآن ستقوم مثلا يعني الحكومة بإصدار يعني أوامر إلقاء قبض بحق بعض السياسيين للفت الأنظار على أنها حكومة يعني تعمل، وبالتالي هي تحقق جزء من المطالب كما تزعم؟ عذرا دكتور، أنا قبل ما أجيبك على سؤالك أحب أجيب على سؤال الدكتور اللي ضيفك بالاستوديو. نعم دكتور. العدد اللي عندنا، العدد اللي عندنا 150 مختطف حاليا من قلب الدولة العراقية، يعني تقارير دولية هذا وليس تقارير الحقيقية، وهناك مقطع مسرب سربولية بداية المتظاهرين ونزلناه على شبكات التواصل الاجتماعي، نداء من وزارة الصحة لا تعلموا القنوات ولا تعلموا أي شيء عن أعداد الشهداء وعن أعداد الجرحى، ناهيك عن المختطفين، والمختطفين اليوم نشاهدهم إحنا بعد أن يطلق سراحهم، وموجودة صورهم وموجودة مقاطع فيديو لهم شلون متعذبين، والجميع يعلم. يعني إحنا نحصر الموضوع، لدينا معلومات عن أبو إيمان البهالي بالشخص، المقصود هو أبو إيمان البهالي مدير أمن الحشد اللي لديه مواقع بديلة، وتوصلنا لهذه المواقع وأعلمنا الجهات الدولية المختصة بهذه المواقع. أما بخصوص سؤالك عن عذرا عن التحقيق أو زج بعض المسؤولين، يا أخي سألنا قيس القزعلي، أبسط مثال قيس القزعلي، يعني هسه هو يمكم ودي يجتمع وياكم، مقتدى الصدر الرجل طلع لقاء تلفزيوني موجود على اليوتيوب قال 1500 واحد قتل مقتدى قيس الخزعلي. طيب انت على هذا رأسا اخذ جواب من سيد مقتدى الصدر واقيم دعوه على قيس الخزعلي؟ ما هو هناك سياسيين يقولون نحن سرقنا علني امام شاشات التلفاز ولا احد يعمل لهم اي شيء. دكتور عذرا، القتل ليس كالسرقة. نعم نعم، هي اثنينات قضايا جنائية، لكن القتل سفك دماء دكتور. احنا من نتكلم حاليا نتكلم على الشيء الأصعب، بعدين ننزل تدريجيا. يعني 1500 واحد، أريد أسألك سؤال، هذول ما عندهم أهل، ما عندهم عوائل، ما عندهم عشائر، ما عندهم أخوان، ما عندهم زوجات، ما عندهم أطفال. من يقول صح. سيد مقتدى الصدر يقول 1500 واحد قتل قيس الخزعلي، يا أخي استدعي سيد مقتدى الصدر بالمحاكم، تعال سيد أنت تكلمت بفلان لقاء بفلان فضائية على، وهذا الموجود المقطع، قلت قيس الخزعلي قتل 1500 واحد من وراء أخوه اللي قتل. طيب تدلينا بمعلوماتك، يا أما بهاي الحالة يطلع مقتدى الصدر كاذب، يا أما يعتبر قيس الخزعلي مجرم. فإحنا من هاي قيد، واليوم نشاهد صدور مذكرة أو حكم غيابي على محافظ صلاح الدين أبو مازن، يطلع لك مش عن الجبورة. هاي أنا أتكلم لك على القياديين السمنة، ما أتكلم لك على القياديين من أبناء الجنوب، خلي أبناء الجنوب هم يكشفون المجرمين والقتلة والسراق، يعني مش عن الجبوري علني يعلنها، سليم الجبوري يعلنها، كلهم بدون حياة وبدون، يعني أبسط شيء عندك أسامة التكريتي رئيس الحزب
الإسلامي باع المقعد ماله سليم الجبوري وغادر وصعد عن طريق أصوات صلاح الدين وباع للمقعد بأربعة مليون دولار بما يعادل 5 مليار دينار عراقي. فأنت من هاي قيس يعني اللي ينتظروا لي خطبة الجمعة أخي، على أي خطبة جمعة تنتظروها أنتم؟ إذا هو أحمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي هم بؤرة الفساد بالمحافظة. يعني نلاحظ النجف وكربلاء من أغنى المناطق وأفقرهم شعبا، يعني أغنى أرض أفقر شعب هناك تطبق المقولة. فلا نتأمل منهم خيرا، لا نتأمل لأنه القضاء مسيس. حاليا احنا خارج العراق مطلوبين جميعنا بتهم أربع أرهاب، واحنا أولاد سفارات وكأنما هم كانوا في العراق وخرجوا من أرض العراق عند احتلال العراق. ابقى معنا سيد محمد خطاب لو سمحت، بالعودة إليك دكتور فلاح الخطاب. يعني تحدثت عن موقف الأمريكي ولماذا اقتصر على موضوع النفوذ الإيراني ولم يتحدث عن موضوع قتل العراقيين؟ هل أصبح الدم العراقي رخيص إلى هذه الدرجة؟ يعني فيما بينهم الحكومة والميليشيات يعني يتفاخرون بقتل العراقيين ويعلنون علنا ولا من محاسب ولا من مساءل، وكذلك الأمريكيين يرون بأم عينهم العراقيين كيف يسقطون شهداء في ساحات التظاهر ولا لا يحسب لهم ألف حساب. يعني احنا حتى تكون ذاكرتنا قوية، ذاكرتنا يجب أن تكون ذاكرتنا قوية، يجب أن لا ننسى، ها يجب أن لا ننسى حتى نضمن المستقبل، يجب أن لا ننسى الماضي. أخي الكريم، من ينسى دور الولايات المتحدة الأمريكية، الاحتلال الأمريكي، لا أقول في كل مأساة العراق التي وقعت منذ التسعينات، منذ الحصار والاحتلال وتمكين إيران، ولكن من ينسى دور الولايات المتحدة، قوات الاحتلال، وهي ترى فرق الموت التي كانت تحصد العراقيين وتقتلهم؟ من ينسى كان بعلم القوات الاحتلال النملة عندما تسير كان يشاهدوها ويرصدوها؟ نشأت فرق الموت، قتلت العراقيين بدم بارد 2006 و2005 وقبلها وبعدها. ها الولايات المتحدة شريكة، الولايات المتحدة لا تحب العراق، تكره العراق، تخاف من العراق. هي الآن يعني بصراحة بدون مبالغة هي تتمنى أن هذه الثورة تقمع، بل تتمنى أنها قمعت منذ بعيد، وإلا كيف نفسر الصمت؟ يعني كان يمكن لهذه العصابة أن تقمع الثورة منذ أسبوع، الأسبوع الأول، منذ أسبوعين، ها، وكان ينتهي كل شيء. هم ينتظرون أنه يعني تبادر هذه العصابة لقمع الثورة وإنهاء كل شيء، لأن العراق لا يريد أحد، وخصوصا واشنطن لا تريد للعراق أن ينهض. العراق بلد خطير جدا جدا خطير بالنسبة للولايات المتحدة. كل ما فعلت الولايات المتحدة في العراق مخطط له، مرسوم، مدروس من مراكز أبحاث. هي لم تعتمد على إيران عبثا، هي أرادت من إيران أن تفكك النسيج الاجتماعي العراقي، أرادت من إيران أن تقوم بمهمة البلدوزر الذي يهدم ويحطم كل البنيان العراقي. هذا كل ما يجري في العراق. الدم العراقي ليس رخيصا إلا على الولايات المتحدة وإلا على إيران وإلا على إسرائيل الذين يخافون من هذا البلد. العراق بلد خطير جدا، بلد خطير إلى غاية كبيرة. البلد عندما أرأيت العراقيين الآن في ساحة الثورة، في الثورة العراقية الآن، هؤلاء الأبطال، هؤلاء يعني شعب لا يمكن أن تضع أنت بجيبك بكل بساطة. هذا الشعب إذا تتوفر له قيادة واستقرار وبلد، سوف يكون بلد ليس كأي بلد من بلدان العالم. لذلك هم يعرفون قيمة هذا البلد، يعرفون قدر هذا البلد، خطورة هذا البلد، فعلوا كل الأفاعيل بتخطيط مسبق. وبالتالي نعم، الدم العراقي رخيص عندهم ولكنه غالي عندنا، وسيكون لهذا الدم آثار ونتائج لا تحزر الولايات المتحدة رغم كل قوة الباطشة. نعم دكتور علي الربيعي، يعني إلى أي مدى ترى أن يعني قتل العراقيين على هذا النحو هو أيضا حلقة من حلقات المشروع الأمريكي والمخطط في العراق؟ يعني هي جاءت على منذ احتلال العراق عام 2003 ومسلسل الدم هو مستمر إلى اللحظة. طبعا يعني سياسة الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية هي ضد السياسة، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج لا تمارس السياسة ولا تدعم ولا تؤيد أي قوة أو أحزاب سياسية.
إذا ماذا تؤيد؟ تؤيد نوعين. أما سماسرة كأولاك الجالسين في المنطقة الخضراء ما يسمى بحكومة المنطقة الخضراء وهم سماسرة، أو تفسح المجال اللي قوى ما قبل الدولة، أي ما قبل الدولة الحديثة، يعني ما قبل السياسة. بالتالي هذه القوى هي قوى تقوم على انقسامات طائفية وعرقية أو قبلية، هذه وتأجج الولايات المتحدة معروف يعني تأجج الصراعات بينها، هذه الصراعات التي لا يحكمها قانون ولا تحكم أطر مؤسساتية ولا أطر قانونية لغياب الدولة ولغياب السياسة. إذا بالعراق تغيب الدولة وتغيب السياسة، وبالتالي عندما تغيب الدولة وتغيب السياسة يغيب القانون. إذا لا قانون لا سياسة لا دولة في العراق. إذا ما هو إذا هذا المجال أو الفراغ اللي حصل من يملأه؟ هناك صراع، إذا يحصل صراع تدفع به الولايات المتحدة الأمريكية، وهو صراع طائفي دفعت به دائما، وكرست هذا الصراع الطائفي بالفساد، بمعنى أو بالفساد لتشكيل قوى ميليشيات ما قبل تشكيل القوى، يعني المؤسسات الأمنية أو الأجهزة الأمنية للدولة الحديثة اللي هي المؤسسة العسكرية. فبالتالي هذا اللي حصل، إذا هذا اللي قامت الولايات المتحدة. إذا كل خطوات الولايات المتحدة الأمريكية تؤدي إلى ما يؤدي إلى عدم قيام الدولة العراقية، تغييب إمكانية قيام دولة عراقية وإمكانية قيام سياسة بالعراق. جف بحر السياسة بالعراق، جف، تعرف شلون جف بحر السياسة؟ يعني ما أنت من تروح كتل العراق ما تشم ريحة السياسة بالشارع العراقي، ولا وغيبوا العراقيين، بمعنى من كنت تمشي بالشارع العراقي لا تجد عراقيين، دفعوا بجماعات طائفية وميليشيات وجماعات من كل، يعني جماعات بصراحة سنية وشيعية ملأت الشارع. طيب. بهذا الوضع، بهذه الصورة، غابت السياسة وغابت المواطنة العراقية. ثورة تشرين اجت اليوم، بعد اليوم بالعراق ما حد يتحدث اليوم عن صراع طائفي او صراع سني شيعي او اي صراع بهذا النوع. اصبح من يتحدث على هذا محل استهجان وسخريه من العراقيين. في هذه النقطه دكتور علي اذا سمحت لي، يعني على لسان مايك بنس نائب الرئيس الامريكي تحدث او حذر بعد ان جاء الى قاعده عين الاسد، اتصل برئيس الوزراء في العراق وحدثه باننا نحن هنا في العراق اذا كنتم لا تعلمون، ولكن هو حذر من النفوذ الإيراني. يعني لماذا يحذر في هذا التوقيت من النفوذ الإيراني؟ ألم تكن هناك يعني سياسة تخادمية ما بين إيران والعراق من وجهة نظرك؟ لماذا الآن؟ شوف، يعني من خلال متابعتي وبحدود معرفتي أنه بالولايات المتحدة الأمريكية احنا نتحدث عن الجانب الاستراتيجي، بمعنى عن الدولة الأمريكية العميقة اللي هي قامت بتفكيك الدولة العراقية وتفكيك المجتمع العراقي وشكلت هذا النظام السياسي. هذه الدولة الأمريكية العميقة اللي استمر هذا النظام مع الرئيس بوش أو مع الجمهوري أو مع أوباما الديمقراطي أو مع ترامب، يعني إدارة ترامب اللي هي اجت، يعني ترامب اللي اجى من خارج المؤسسة التقليدية، المؤسسة السياسية التقليدية الأمريكية. لاحظ شيء الحقيقة منذ ثورة تشرين حتى اليوم، وهو الصمت الأمريكي، الصمت الأمريكي الثقيل الذي لا يوجد له موقف، لم يقدم موقف واضح ومحدد. الولايات المتحدة احتلت العراق لكنها اليوم بصمت، وهذا الصمت الثقيل لا هو يعبر عن رفض لهذه الحكومة ولا يعبر عن رأي بالثورة وتأييد للشعب العراقي، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا في كثير من العالم، يعني في مكان عديدة من مجال نستشهد به أنه تدعي مع حقوق الإنسان ومع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتدعم الديمقراطية والليبرالية والتحرر إلى آخره. هذا موضوع آخر حقيقة ما في نتحدث فيه الآن، لكن نتحدث عن العراق تحديدا. إذن لكن تعرف هناك يعني خلاف بدرجة ما، هنا خلاف إيراني أمريكي. هذا الخلاف الإيراني الأمريكي يعني خلاف بدرجات ومستويات، يعني أعطيك مثل منها. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حصارا قويا على إيران، ولكن في الوقت ذاته تفتح لها العراق، بمعنى أن إيران لديها العراق فتمارس به سياساتها الاقتصادية واستثماره واستثمار العراق والاقتصاد العراقي كليا. هناك استفادة إيرانية دكتور علي، وهذا الأمر يعني هناك يعني فائدة إيرانية اقتصادية من العراق،
لذلك هناك مؤشرات يعني انحدار اقتصادي خلال هذه الفترة، خلال التظاهرات التي انطلقت في العراق، أثرت على الجانب الإيراني من وجهة نظرك؟ يعني ليس من وجهة نظري، ولكن هذا الشيء الملموس، يعني بمعنى أن الناس في العراق يتحدثون كيف عندما أغلقوا المنافذ الحدودية، وعندما أغلقت الموانئ في البصرة، كيف أثر وأشعل احتجاجات في إيران. بمعنى الإيرانيون يستغلون العراق ليس سرا، ولم يعد هذا الأمر سر، إنما يتحدث به المسؤولون الإيرانيين. شكرا جزيلا لك دكتور علي الربيعي. أخيرا دكتور فارح الخطاب، يعني من وجهة نظرك، يعني الآن إيران بالتأكيد لها آلياتها في الاستفادة من منظومة الفساد في العراق، ولكن عن كيفية هذه الاستفادة كيف يمكن أن تصف لنا ذلك؟ إيران للأسف استفادت كثيرا، يعني هي تقريبا المستفيد الأول. الولايات المتحدة استفادت من تدمير العراق لصالح إسرائيل ولصالح بعض حلفائها في المنطقة، لا نريد أن نذكر الأسماء، ولكن المستفيد الأول ومن ناحية فعلية واقعية على الأرض هي إيران. إيران استفادت، تمددت في العراق تمددا كبيرا من خلال منظومة الفساد، لأنه عندما وجد الفساد في العراق بمعنى غاب القانون، غابت الآليات القانونية التي يمكن من خلالها ممارسة حكم رشيد، حكم يتمتع بسيادة. إيران التي تمددت في الثقب الأمريكي في العراق، الولايات المتحدة فتحت ثقب ومكنت إيران من الدخول إلى هذا الثقب وملأت الفراغ الذي فعله الاحتلال الأمريكي. إيران عندما جاءت لم تجد في طريقها سياسيين عراقيين، رجال دولة عراقية تقول لها ماذا تفعلين، إنما تمددت ونشرت كل ما تريد من نفوذ ومن أجندة عن طريق آليات الفساد المنتشرة في العراق. في العراق الفاسدين في العراق، كل شيء يباع ويشترى، كل شيء يباع ويشترى، من المنصب البسيط، ذكر الأستاذ قبل قليل أنه بيع مقعد في البرلمان ب 3 أو 4 مليون دولار. فكل شيء يباع في العراق من خلال هذه الآلية، ومن خلال آلية تسريب الأموال العراقية. هناك من رجالات إيران في العراق، من الذين يسمون عراقيين بين قوسين، من قال ويخرج هذا في التلفزيون، من قال أنه يتوجب على العراق أن يدفع تريليون دولار تعويض لإيران عن الحرب. تعرفون هذا الرجل معمم، ها؟ وبالتالي عن هذا الطريق تم إيران استلمت أموال كثيرة بالمليارات من العراق، واستطاعت من خلالها شراء سياسيين عراقيين. نفس المصطلح الذي تحدث به الدكتور علي الربيعي، سوق سوداء موازية للسياسة. سوق سوداء بالضبط. لا يوجد سياسة في العراق، لا توجد دولة في العراق، لا يوجد رجال دولة في العراق، يوجد صنائع ويوجد ذيول كما يسموهم الشعب العراقي، ذيول لإيران، وعن طريق هؤلاء الذيول تمكنت إيران من التمدد ومن نشر مشروعها التخريبي في المنطقة وفي كل المنطقة في الحقيقة، لأنه الآن مصدر قوة إيران هو العراق اقتصاديا، كما تفضلت قبل قليل حضرتك، من خلال شيء بسيط من مقاطعة البضائع الإيرانية أصبح هناك مشكلة في إيران. وبالتالي لك أن تعلم كميات الأشياء التي تهرب، الدولارات، الأموال، النفط، عندنا حدود مشتركة طويلة مع إيران، لا توجد سيطرة على هذه الحدود، أدى بالتالي إلى رفع أسعار البنزين فحصلت التظاهرات داخلية. بالضبط هكذا. وبالتالي إيران استثمرت منظومة الفساد من أجل تمرير مشروعها في العراق، وتمرير مشروعها في إيران، وتمرير مشروعها في اليمن عفوا، وفي سوريا، وتغذية الوضع في لبنان، كل هذا من خلال منظومة فساد ليس عليها رقيب، لا يوجد هناك رقيب ولا حسيب. وبالتالي من خلال بيع وشراء ذمم كل الطبقات وكل المذاهب، من السنة ومن الشيعة، اشترت إيران هذه الذمم واستطاعت أن تحقق ما تريد، كل ما تريد في داخل العراق. وهذه الثورة اليوم أتت لكي تقول كفى، وتريد أن توقف هذا الفساد الذي تعبث به إيران وواشنطن في العراق. شكرا لكم ضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الدكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، شكرا لك. ونشكرك شكرا جزيلا ضيفي من لندن الدكتور علي الربيعي، أستاذ الفكر السياسي بجامعة
إبردين البريطانية. شكرا لك دكتور علي، ونشكرك شكرا جزيلا. ضيفنا في عبر سكايب السيد محمد خطاب الناشط المدني، كنت معنا من لاهاي. شكرا لك أستاذ محمد. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.